من هو كو إن هوي؟ هو الأب المؤسس لشركة LG للإلكترونيات الكورية، والذي صنع أول راديو كوري وسيطر على صناعة الأجهزة الكهربائية، وأسس عدة شركات خاصة بالمستحضرات الصحية، إلى أن أصبحت شركته اليوم من الشركات العملاقة على مستوى العالم. ولد في يوم 27 من أغسطس عام 1906، وأكمل تعليمه الثانوي في المدرسة الثانوية المركزية في العاصمة الكورية سيول. بدأ حياته المهنية في عام 1926 بمنصب مدير الجمعية التعاونية في قريته، وقد كانت تلك بداية دخوله العملي إلى عالم الأعمال. وقد بدأ في عام 1931 أول مشاريعه باسم لؤلؤة، واستطاع مع نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1947 أن يتوصل إلى تركيبة بودرة للأسنان. ثم أسس بعد فترة شركة لاكي كيميكال كومباني عام 1953، والتي أصبحت في ذلك العام أول شركة كورية في مجال الصناعات البلاستيكية، وتوسعت في الأعمال التجارية للبلاستيك وأدوات المائدة. كان سعيه الدؤوب لتحسين مستويات المعيشة للمواطن الكوري، لذا غير فلسفة الشركة وأولوياتها بما يتناسب مع سير عجلة التنمية في كوريا، وأيضا أسس في عام 1959 شركة جديدة تحت اسم جولد ستار ليميتد، هي نفسها شركة LG إلكترونيك لإنتاج أجهزة الراديو، والتي صنعت أول راديو جولد ستار كتب عليه صنع في كوريا الجنوبية. هذا الراديو لم يكن الراديو الأول في تاريخ كوريا فحسب، بل ضم 60% من المكونات المحلية، ما أهله ليكون أكثر من مجرد حدث تاريخي. ثم توسعت نشاطات الشركة مع الوقت لتشمل أيضا إنتاج أول ثلاجة في كوريا عام 1965، وأول تلفاز في كوريا عام 1966، والمصاعد والسلالم الكهربائية عام 1968، والغسالات والمكيفات عام 1969، كما أنتجت الهواتف والمراوح ومعجون الأسنان باسم لاكيسودو، الذي تمكن من منافسة معجون الأسنان الأمريكي كولجيت والتغلب عليه، بالإضافة إلى إنتاج فرش الأسنان والصابون والمنظف الصناعي الأول في كوريا الجنوبية. ثم انتقلت الشركة في عام 1977 إلى تصنيع المواد البتروكيميائية، وتحول اسم الشركة إلى LG كرو في عام 1995، وقد أصبح كون بون مو ثالث رئيس للشركة، وخلفا لوالده كو جاكيون الذي ترأس الشركة بعد وفاة الأب المؤسس كوينوا.